اشرقي يا شمس منا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، شق أثواب الكفاح، غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، عبر ألحان الغناء، كل نبل جميل ووئام وسلام، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام، يوم جديد. سلام كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير. يومنا الجديد يتجدد معنا وبكم دوما. اليوم بإذن الله عز وجل شيء عن صحة الطفل، وفي رحاب القرآن نتحدث عن تميز جمعية فرقان في خدمة كتاب الله تعالى. هاتان الاستضافتان يعني هي التي ستكون معنا بإذن الله في قهوة الصباح نتحدث فيها ونتجاذب أطراف الحديث مع ضيوفنا. أما صحتك فهو تساؤل من الأستاذ عوض البكاري، كان لي وللزملاء، هل أفطرتم اليوم أم لا؟ وجبة الإفطار، ماذا عن وجبة الإفطار في دقيقة لصحتك؟ وراصدنا الأستاذ عبد الرحمن باوزير عد لنا مجموعة من الأخبار والصور ومقاطع الفيديو التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك جمعية فرقان سيكون لها تقرير في حلقتنا، وجولة إخبارية وإشراقة قرآنية، بها نبدأ ثم نعود. يوم جديد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية جاءت خاتمة لسورة العنكبوت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية جاءت في سورة العنكبوت التي أطلق عليها بعض العلماء سورة الابتلاء، لأنها افتتحت بقوله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فكأن الجواب جاء في آخر السورة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، هذه الآية جاء فيها جوابان وجاء فيها علاجان. العلاج الأول هو بذل الجهد، المجاهدة أعظم الناس هداية، هم أعظم الناس جهادا كما قال ابن القيم رحمه الله. والثاني وهو العلاج الثاني قال والذين جاهدوا فينا إخلاصا لله عز وجل، ليس نصرة لنفس ولا نصرة لمال ولا نصرة لدنيا ولا نصرة لمنصب ولا لشهرة ولا لغيرها، وإنما جاهد في سبيل الله عز وجل وإخلاصا لله عز وجل. هذا الجهاد ذكر العلماء أنه أنواع، فمن هذا الجهاد جهاد النفس وجهاد الدنيا وجهاد الهوى وجهاد الشيطان، وأعظم الجهاد هو جهاد الكفار وجهاد المنافقين. وجهاد الكفار يكون بالسيف والسنان، وجهاد المنافقين بالحجة واللسان. قال الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاهد نفسك يا عبد الله على المعاصي وعلى الذنوب وعلى الشهوات والابتلاءات، فإن الله عز وجل سيثبتك إذا علم منك الإخلاص في الجهاد والإخلاص في مجاهدة هذه الشهوات وهذه المعاصي وهذه الذنوب. ولا شك أن من جاهد نفسه وجاهد هواه وجاهد الشيطان وجاهد الدنيا أنه على خير عظيم وعلى طاعة جليلة. وتأمل يا عبد الله أن هذه السورة هي سورة مكية ولم يفرض الجهاد بعد، لكنها جاءت في هذه الآية مسألة بذل الجهد ومجاهدة النفس. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بتثبيته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء
بكم مجددا مشاهدينا الكرام في جولتنا الصحفية الإخبارية لهذا اليوم. صحيفة الاقتصادية هي ما نستهل به جولتنا الإخبارية، وهذا الخبر يمكن يعني لأهل الخرج وما جاور الخرج. المعهد الصناعي الثانوي بالخرج يطرح 100 فرصة وظيفية. بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية طرح المعهد الصناعي الثانوي 100 فرصة وظيفية لخريجي المعاهد الصناعية في عدد من التخصصات، ودعت إدارة المعهد الراغبين في التقدم للوظائف إلى حضور اللقاء التعريفي لصندوق الموارد البشرية في مقر المعهد بأي الخالدية غرب مدينة السيح. السعودية تدعو مواطنيها في تايلاند للمغادرة فورا، ورد هذا الخبر في وكالة الأنباء السعودية التي قالت دعت سفارة المملكة العربية السعودية في تايلاند جميع المواطنين الذين قدموا بإذن من الجهات المختصة أو بغير إذن بضرورة المغادرة نظرا للأحداث الراهنة بها. وفي صحيفة الشرق الأوسط نقرأ 6 شروط لاستحقاق الدعم السكني الجديد في السعودية. فرضت وزارة الإسكان السعودية 6 شروط لاستحقاق العائلة السعودية للدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء الاثنين الماضي، وبينت الوزارة أن هناك حزمة من الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق، وهي أن يكون الدعم موجها للأسرة، وأن يكون المتقدم عن الأسرة سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة في السعودية، وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر، ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكا لمسكن مناسب أو سبق لأي منهم ذلك خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرج فيه. وإلى صحيفة الجزيرة نقرأ هذا الخبر: المدينة المنورة تشهد انعقاد المؤتمر الإسلامي 8 لوزراء الثقافة نهاية الشهر. ينعقد المؤتمر الإسلامي 8 لوزراء الثقافة في المدينة المنورة بعنوان من أجل تعزيز الحقوق الثقافية في العالم الإسلامي لخدمة الحوار والسلام خلال الفترة من 20 إلى 22 ربيع الأول من عام 1435. أعلن ذلك معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محي الدين خوجة، الذي أوضح أن انعقاد المؤتمر في رحاب طيبة الطيبة يأتي في ختام فعاليات اختيار المدينة عاصمة للثقافة الإسلامية وتتويجا للنشاطات التي أقامتها المملكة طوال احتفاء المدينة التي ستظل عاصمة ثقافية ممتدة ومستمرة يشع منها النور والهدى والخير للعالم أجمع. ونقرأ في صحيفة اليوم: الشورى يناقش جباية الزكاة ومطالبة بتحديد التهرب. استكمل مجلس الشورى أمس مناقشة مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، وبين مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهد الحمد عقب الجلسة أن المجلس استهل مناقشة مشروع النظام بدءا من الفصل الرابع بعد أن أنهى في الجلسة الأمس في جلسة الأمس مناقشة الفصول 3 الأولى. وأخيرا صحيفة الرياض أوردت خبرا تقول فيه: انجراف التربة تحت قطار البضائع بين الرياض والخرج. تعرض خط قطارات شحن البضائع لأضرار بسيطة عند الكيلو 534 بين الرياض والخرج بسبب غزارة الأمطار التي سقطت خلال اليومين الماضيين على منطقة الرياض، ما أدى إلى جرف التربة تحت مسار الخط الحديدي. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه. ماذا عن وجبة الإفطار في دقيقة لصحتك مع الزميل عوض البكاري؟ تعد وجبة الإفطار أهم الوجبات اليومية التي توفر الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجسم وكذلك الكربوهيدرات والبروتينيات، فجسمنا بحاجة إلى الغذاء بعد التوقف عن تناول الطعام خلال الليل كي يتزود بالطاقة اللازمة لأداء وظائفه، ذلك لأنها تمد الجسم بما يحتاجه من مواد غذائية لازمة لأداء نشاطه اليومي.
الدراسات أظهرت أن من يتناولون وجبة الإفطار لديهم مستويات منخفضة من الكوليسترول، وأن تناول وجبة فطور صحية ومتوازنة لها الأثر الإيجابي على الدماغ، حيث إنه يزيد من التركيز والاستيعاب وتقوية الذاكرة. فحاول أن يكون فطورك غنيا بالخضار والفواكه. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام. أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في قهوة الصباح، معنا الدكتور هيثم باهو. حياك الله دكتور هيثم. أهلا وسهلا، سعداء جدا بك. دكتور هيثم، تخصصك في جراحات القلب للأطفال، أمراض قلب الأطفال. خليني أسألك، ليش اهتميت بطب الأطفال ابتداء قبل ما ندخل نحن في محاورنا؟ يعني هو طبعا مثل أغلب الأطباء يمكن في تجارب شخصية بتخليهم يتوجهوا لاختصاص معين يعني أكثر من غيرهم. فواحدة من الأشياء اللي يمكن خلتني شوي أهتم بهالموضوع هي الحقيقة حادثة شخصية شوي قريبة مني كانت أثناء دراسة الطب. فواحد من أصدقائي الأعزاء توفت أخته في سن المراهقة، فنحن ما كنا عارفين سبب الوفاة الحقيقة، لكن لما عزينا يعني في العزاء، وانت طالب في مرحلة الطب، أيوة، وكان طبعا نحن عن دراسة الطب في سوريا، طبعا في سوريا يعني بلد الموارد بالنسبة لهالاختصاص قليلة، والحقيقة بهذاك الوقت يعني أصلا ما كان في اهتمام كبير في هالموضوع. فرغم أنه هم عائلة يعني مثقفة وهذا، اكتشفت أنه سبب الوفاة كان أنه عندها ثقب في القلب منذ الولادة وما تعالج، يعني لا عملية ولا جراحة ولا أدوية ولا شيء. فطبعا هذا أدى للوفاة بسن المراهقة، فهذا شيء أثر فيني يعني أنه كيف شغلة ممكن تتلافى بعملية بسيطة يعني، أو ممكن إجراءها بمرحلة الطفولة ما لم تتم. فطبعا لما بعدين درسنا في الولايات المتحدة وصار في هناك يعني شفنا أو صار في إكسبوجر يعني للاختصاص، وشفنا الموارد المتاحة والتركيز والخبرات الموجودة على هالاختصاص، هذا الشيء سهل يعني اندماجي في الاختصاص أكثر، وبعدين طبعا حبي لأنه أمارسه وأدرسه وأتعلمه. وإضافة لتجارب شخصية تانية صارت معي هنيك، يعني واحدة من التجارب ما بنساها علمتني الحقيقة قيمة حياة الطفل. يعني هذا الشيء نحن كمان للأسف يعني نفتقره يعني في البلاد النامية أو البلاد العربية، أنه يعني الطفل ممكن الاستغناء عنه وبعدين ربنا إن شاء الله بيعوضك واحد تاني يعني. فأثناء اختصاصي الحقيقة كان في عنا طفل مولود يعني حالة صعبة، هو صعب، فقرر إجراء زراعة قلب له، هو مولود دوبه يعني حديث الولادة، فجرى زراعة القلب. وطبعا هذا شيء يعني ما بيحصل في كل الأماكن بالنسبة للأطفال المولودين حديثا. بعد أسبوعين ثلاثة صار في رفض للقلب المزروع، واللي هو احيانا بيحصل. ففي اغلب الاحيان طبعا خلاص يعني نحن نقول للاهل انه يعني عملنا اللي علينا ورفض العضو وما في شيء ممكن يعمله، لكن فوجئت انه جرى زرع قلب مره ثانيه، يعني قلب جديد ثاني للطفل، يعني درجه الاهتمام يعني جرى يعني تم له عمليتين زرع قلب بمرحله الولاده، والعملية الثانية الحمد لله نجحت والطفل عاش وصرنا نشوفه في العيادة هو وأهله وكذا. فيعني هذه أشياء بتعلمك قيمة الحياة اللي نحن المفروض الحقيقة نكون يعني مقيمينها أكثر من الغرب حتى يعني، لكنك بتشوفها بالتطبيق العملي الحقيقة. جميل. طيب أنت من خلال تجربتك مثلا أو دراستك في أمريكا، لا شك أنك أنت عشت بيئة وبعدين رحت عشت بيئة أخرى، خلينا نتكلم على يعني ثقافة طب الأطفال بين المجتمع كذا مقارنة، هل وجدت في مقارنة في فرق؟ نحن عندنا مثلا اهتمام ولا ما عندنا اهتمام بهذا الجانب؟ طبعا الحقيقة هذا سؤال ممتاز، وهذا سؤال من يعني دائما بيدور بذهني وبأذهان كل يعني اللي بنتقلوا من بيئة لبيئة، أو خاصة من بيئة الغرب أو أمريكا وبيجوا البلاد العربية أو السعودية أو غير السعودية. طبعا في فرق كبير في نظرة الأهل إلى الطب وإلى الطبيب وإلى المرض بشكل عام، سواء هناك أو هنا، وفي سلبيات وإيجابيات من الطرفين. فواحدة من الأشياء اللي هي الحقيقة أنا يعني أسعد بها دائما بالنسبة لممارسة الطب في السعودية هو الرضا بقضاء الله وقدره. يعني هذا الشيء يوجد كمان في الخارج لكن لدرجة أقل، أو بمعنى أصح في خط
بين الخطأ الطبي أو الإهمال الطبي وبين ما يستطيع الطبيب إجراءه أو عمله. يعني هذا الخط في بلادنا وبالسعودية بالذات، يعني باعتبار أنا مارست الطب فقط في السعودية بالبلاد العربية، يعني هذا الخط واضح أوضح منه في أمريكا. يعني بأمريكا الأهل بيصير هذا الخط غير واضح، أنه أي حادث مثلا وفاة أو اختلاط أو شيء دائما يعني يبحثوا عن الخطأ الطبي بحثا حتى لو يعني كان غير موجود. يعني الأسباب المادية خلينا نقول، لأسباب مادية قد تكون يتعلق بالطبيب بشكل كبير. نعم بالضبط، بدون ما يعني يأخذ بعين الاعتبار ولو للحظة، طبعا عم بتكلم عن عموميات يعني طبعا في حالات خاصة شادة، يعني بدون ما يأخذ بعين الاعتبار أنه في شيء اسمه قضاء الله وقدر، وأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني وما أوتيتم من العلم إلا قليلة. فأنت يعني طبيب، أنت لم تبتلي الطفل بالمرض، الله ابتلاه بالمرض، وأنت واسطة أو وسيلة بعلمك لأنه تحاول يعني تقدم الشفاء أو الدواء. فهذا الخط هنا أوضح، يعني هنا بيكون أغلب الأحيان الأمور واضحة أنه عملنا كل اللي نقدر عليه وكل الوسائل متاحة الحمد لله، التجهيزات يعني خاصة بالممارسة هنا، يعني التجهيزات والخبرات كلها الحقيقة موجودة، ويعني لا أذكر حالة احتجنا شيء غير موجود يعني عندنا موجود في مكان تاني، يمكن حالات نادرة جدا. لكن بالنهاية يعني في آجال وفي يعني شيء هو قضاء. هذا لمس يعني قضية التعلق وقضية الإيمان بالقضاء والقدر عندنا الحمد لله بشكل يعني واضح وملموس. نعم. طيب خلينا ندخل معك شوية كذا كمان في العنف دكتور هيثم. يعني احنا مثلا نعرف من الأشياء الأساسية اللي دائما يحرص عليها بالذات الآباء في مقتبل يعني حياة أطفالهم موضوع اللقاحات. في بعض خلينا نقول إلى فترة قريبة في تسارع ونمو في الاهتمام باللقاحات وأهميتها، في حين يقول لك نحن عشنا أجيال سابقة بدون هالأشياء، كيف ممكن نحن نقول نقنع هؤلاء بأهمية هذه اللقاحات؟ يعني طبعا لا شك أنه في أشياء كثيرة غير اللقاحات الإنسان بيعتقد أنه كان هي أفضل في الماضي منها في الحاضر، لكن بشكل عام يعني طبعا بالنسبة فيما يتعلق في الطب دراسات وكل شيء يثبت أنه هذا الحقيقة مجرد اعتقاد لكن هو الحقيقة غير صحيح. يعني منها مثلا الاستشفاء، يعني بالماضي كان في كثير ناس حتى يرفضوا الاستشفاء أو يرفضوا صحيح. الذهاب للدكتور يعني صحيح. لكن طبعا العلماء والأطباء وكل من له دور في تعليم الناس أو توعيتهم طبعا ساهموا في تغيير العقلية. يعني تتفاجأ أنه حتى في أمريكا في مجموعات من الناس ترفض العلاج، ترى يعني في مجموعة من الناس ثقافة سائدة يعني ما هي موجودة يعني في مجموعات من الناس أيوة بترفض العلاج، وفي مجموعة خاصة يعني اسمه جهوفز ويتنس هذول ما بيجوا على الطبيب أو بيجوا ما بياخدوا دم أو ما بياخدوا أدوية أو ما بياخدوا كذا. لكن طبعا هذا خطأ وهذا خطأ حتى شرعا يعني. فاللقاحات هي واحدة من الأسباب الأخذ بالوقاية، يعني والوقاية خير من قنطار عباج. فالآن اللقاحات للأطفال بشكل عام هو شيء يعني واجب وأصلا مقرر، يعني وهو بنسميه يعني مما علم بالضرورة بالنسبة لرعاية الطفل. وبالنسبة لأمراض قلب الأطفال بالذات في عنا بعض الأمور الخاصة يمكن تتعلق باللقاحات، منها أنه بعض الأهل بيعتقدوا أنه اللقاحات إعطاء اللقاحات للأطفال المصابين بأمراض القلب قد تضرهم، وهذا شيء من الحظوة الحقيقة عند أهالي الأطفال يعني مرضاتنا، لكن هذا اعتقاد غير صحيح الحقيقة. وهذا اللي ممكن يبعث التخوف عندهم. أيوة بالضبط، لكن نحن نحب نوعيهم يعني، ومو بس الأهل الحقيقة حتى الأطباء، يعني أطباء الأطفال أحيانا بتخوفوا من إعطاء اللقاحات لأنه أغلب الأحيان إعطاء اللقاحات بشكل طبيعي قد يسبب بعض أعراض الزكام أو وهذا شيء طبيعي أو الحرارة معينة. حتى أيوة أول يومين ثلاثة يعني اللي عنده أطفال بيعرف هذا الشيء، يعني بعد اللقاحات ممكن طبيعي يصير عنده حرارة فهم يتخوفوا، لكن هذا شيء يعني عادي. واللقاحات تعطى للأطفال اللي عندهم أمراض قلب كغيرهم مع بعض التعديلات، مثلا إذا كان في عندهم عملية جراحية أو قسطرة بعد يوم يومين نفضل تأجيل اللقاح مشان ما يصير معهم حرارة أو أمراض، لأنه هذا يؤدي إلى تأجيل العملية أو تأجيل القسطرة. في بعض اللقاحات تعطى زيادة عند الأمراض القلب
كمثلا لقاح الإنفلونزا أو لقاح أو ما يسمى المصل المضاد لفيروس الـ RSV. فيروس الـ RSV هو فيروس يسبب كثيرا من النزلات الصدرية والزكام في فصل الشتاء الآن، وهو عند الأطفال اللي عندهم أمراض قلب ممكن يؤدي إلى زكام ونزلات شديدة جدا، فنعطيهم وقاية مصل كل شهر بيأخذوه لمدة 3-4 شهور. فهذا واحد من الأشياء الخاصة بأمراض قلب الأطفال. جميل. طيب خلينا نتكلم عن التغذية. نعم. جيد. الاحتياجات الخاصة لها. حلو. بالنسبة للأطفال اللي عندهم أمراض قلب الأطفال، الحقيقة في عندهم نقص تغذية بتعريفا. يعني طبيعي نقول، خلينا نقول يعني هو شيء ضروري دائما إذا كان أحد عنده أعراض أمراض قلب يكون عنده مشكلة في التغذية؟ جدا أكيد. يعني كل عندهم أمراض قلب الأطفال يعني تعريفا يكون عندهم نقص في التغذية للأسباب التالية. أول شيء عندهم استهلاك زائد للحريرات. الأطفال اللي عندهم أمراض القلب، وأنت قد تستغرب إنه ليش يكون عندهم هذا الشيء. واحدة من الأسباب هي سرعة التنفس. تصور يعني اللي عندهم أمراض قلب الأطفال غالبا بيكون تنفسهم سريع، وهذا له علاقة بسبب قصور القلب واحتقان الرئتين وغيره. فالطفل اللي يتنفس 40 مرة في الدقيقة بشكل طبيعي الآن يتنفس 100-120 مرة في الدقيقة 24 ساعة، فهذا فيه استهلاك للطاقة كبير جدا. بالضبط، عضلات التنفس، المص والرضاعة في استهلاك للطاقة. ضربات القلب اللي هي عادة بتكون 100-120 الآن بتكون 160-180 على مدى 24 ساعة، هذا كله يستهلك طاقة، ففي عندهم استهلاك للطاقة أكثر. أضف لذلك في عندهم نقص في أخذ الغذاء، لأنه المصابين في أمراض قلب الأطفال أغلبهم لا يستطيعوا الرضاعة لفترات طويلة، يعني عدة دقائق ويتعبوا، وهذا كمان بسبب قصور القلب والرئتين. فإذا حسب كمية الحليب مثلا أو الغذاء اللي يأخذوه في اليوم هو أقل من غيرهم، فلذلك نحن مضطر نعطيهم حليب عالي السعيرات الحرارية، عالي جدا، قد يكون أكثر ب 50% من الحليب العادي، لتعويض الكمية الأقل اللي هم عم ياخذوها. السبب الثالث هو سوء الامتصاص في احيان كثيره، يعني كثير من امراض وتشوهات القلب بتؤدي لسوء امتصاص الاغذيه من الامعاء، وقد تؤدي للاقياء او الاسهال، وهذا قد يكون الحقيقه بعض التاثيرات الجانبيه لبعض الادويه اللي تعطى كمان. فهذه الاسباب تؤدي لنقص التغذيه، فلذلك هذا الموضوع لازم دائما يهتم فيه، واحنا دائما هذا جزء من الروتين في الفحص الدوري. طيب ايش العلاجات اللي ممكن تقدمونها لتعويض هذا الاحتياج؟ يعني اهم علاج الحقيقه هو الغذاء عالي الحريرات فقط، والتركيز عليه عند الاهل، والتركيز على موضوع كمان الاهل من خوفهم يعني الزائد على الاطفال، بيعتقدوا اذا طفلهم عنده مرض في القلب لازم يعطوه حمية زي الكبار اللي عندهم أمراض قلب، يعني حملة قليلة الدسم، حليب قليل الدسم. هذا غير صحيح، وهذا طبعا هذا بالعكس يعني بيخفض الحريرات أكثر عند الأطفال. فكثير بيجينا حالات أنه والله بعطيه زبادي خالي الدسم أو حليب خالي الدسم، لا يا أختي أعطيه زبدة، أعطيه دسم، أعطيه حليب، خليه تزيد. أيوة خلي يعني كل شيء بتمنعوه عن نفسكم أعطوه للطفل. جميل جميل. طيب أنا ودي أختم معك، بس إذا سمحت لي دكتور هيثم، في تقبل المجتمع عندنا هنا لعمليات القلب، هل في تقبل أو في تخوف؟ لأنه أصلا هي تخوف صراحة من اسمها كذا، عملية قلب. صحيح. طفل لما تقول يعني طفل في، وهل كمان أي عمر أنتم تسووا فيه عملية أو في أعمار مثلا معينة؟ طبعا لا، الحقيقة العمليات تجرى يعني كثير منها في اليوم الأول أو الثاني من الولادة، يعني ممكن حسب الحالة يعني، لكن ممكن إجراها في أول يعني الحياة، وحتى بأوزان صغيرة جدا، يعني ممكن 2 كيلو أو حتى أقل من 2 كيلو يجرى عملية قلب الأطفال. طبعا الأهل يخافوا، هذا شيء طبيعي، وكل يعني مو عملية قلب، يعني سحب دم. صحيح. أو أخذ عينة لواحد طفله. صحيح. يعني قلبه ينفطر. صحيح. نعم. فهذا شيء كلتنا يمكن عايشناه. لكن الحقيقة في تقبل كبير، وأنا الجملة اللي بسمعها دائما يعني لا أنساها، وهذا الشيء بعيدنا للمحور الأول سألتني عنه، يعني مقارنة بين يعني الغرب وهنا، في أغلب الأحيان دائما أسمع جملة واحدة، هذا ابنك وانت شوف الخير وعمله. يعني هذه الحقيقة تثلج القلب يعني. صح. وترى حتى الطبيب كذا في موقف يعني أبوي ومسؤول، يعني تصور لما الإنسان عم بيقول لك هذا ابنك، فهي هي يعني تحميلك مسؤولية قبل ما أنه تكون يعني تحببا لك. صحيح. عرف كيف؟ يعني هيك أنا أنظرها على الأقل يعني. ف
فهذا شيء الحقيقة يعني جدا مهم، وبساعد يعني الطبيب على طبعا يعني تحكيم ضميره وإنسانيته أولا وآخرا يعني. الله يعطيك العافية، سعدنا جيك بالدكتور. الله يسلمك. الله يرضى شكرا عليك. شكرا لكم يا أخي. مشاهدين الكرام، كان معنا الدكتور هيثم باهو متحدثا عن العناية الأولية للإصابة للأطفال المصابين بمرضى القلب، وأكد على أن درهم وقاية خير من قنطار علاج. هنا انتهت قهوة الصباح الأولى، تقرير عن جمعية فرقان، ثم نعود، ابقوا معنا. جمعية فرقان لتحفيظ القرآن الكريم بالطائف تطلع بتعليم كتاب الله تعالى تحت منهجية واضحة وكوادر مؤهلة لتخريج متعلمين للقرآن الكريم على قدر كبير من صحة القراءة وحسن الأداء وقوة الحفظ، إذ تشتمل الجمعية على مختلف الأقسام والأنشطة والمرافق، أهمها حلقات البالتوك ومركز ثقات للتدريب وأكاديمية فرقان. نعرف هذه الأكاديمية فنقول بأنها أكاديمية تهتم بتعليم القرآن الكريم والتفسير وحفظ متني تحفة الأطفال والجزرية، وذلك يعني بعد أن أسس الطلاب تأسيسا سليما صحيحا بتعليم القاعدة النورانية بأفضل الوسائل والأساليب. جميع الأساتذة الذين يدرسون في هذه الأكاديمية مجازون في القرآن الكريم وروايات في القرآن الكريم أيضا، وأيضا لديهم إجازات في المتون العلمية التي يقومون بتدريسها، وأيضا يعني مؤهلون لتدريس القاعدة النورانية. تستوعب الجمعية كافة التنوعات وتستهدف جميع الفئات العمرية صغارا وكبارا من خلال برامج معدة تتناسب مع كل فئة عمرية. وإضافة إلى أكاديمية فرقان، فإن الجمعية استحدثت مركز ثقات للتدريب. من أهم أعمالنا في مركز ثقات للتدريب، يعتبر مركز الأول على مستوى المملكة العربية السعودية في التدريب الخيري، تدريب مجاني كامل في عملية التدريب بدون أي رسوم وبدون أي أمور مالية. عندنا أكثر من 74 دورة معتمدة في التعليم في من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني. عندنا أكثر من 150 قطاع خيري مستفيد من مناشط ومراكز مركز ثقات للتدريب. استطاعت الجمعية أن تطوع شبكة الإنترنت في نشر القرآن وتعليمه وتلاوته تلاوة صحيحة ليس في المملكة فحسب، ولكن في سائر أنحاء المعمورة، وذلك عبر القراءة الإلكترونية على الهواء مباشرة باستخدام برنامج البالتوك. حرصت الجمعية على الاستفادة من هذه التقنية الحديثة في تعليم ونشر كتاب الله عز وجل للمسلمين في كل مكان، حيث تعد هذه التجربة الأولى من نوعها على مستوى الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المملكة، بل وأول حلقات منتظمة خاصة بتعليم القرآن الكريم على مستوى العالم عبر برنامج البالتوك وغيره، ولله الحمد والمنة. حسن ترتيب ودقة في العمل، تلك هي جمعية فرقان لتحفيظ القرآن الكريم بالطائف، معلم وصرح قرآني شامخ، جهود صادقة وهادفة إلى خدمة كتابه الكريم تلاوة وتعليما وحفظا. يوم جديد انشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام. نحن اليوم سنتحدث عن جمعية فرقان. جمعية فرقان من الجمعيات التي تميزت على مستوى المملكة العربية السعودية، ومن جوانب تميزها مجموعة محاور، كان منها العناية بالعمل المؤسسي، ومن الأشياء التي تميزت بها كذلك جمعية الفرقان العمل بروح الفريق الواحد، وكذلك من الأشياء التي تميزت بها الحرص على تحقيق التميز على مستوى الجمعيات في على مستوى المملكة العربية السعودية. قبل أن نتحدث مع ضيفنا عن هذه المحاور، كلنا يعلم أن العمل مع القرآن شرف، وأي شرف، ولا شك أن البركة والخيرية تحف كل من يعمل مع القرآن. يسرنا أن يكون معنا اليوم بإذن الله عز وجل شيخنا الشيخ أحمد متحدثا عن جمعية فرقان. أحمد بن موسى السهلي، حياك الله شيخ أحمد بن موسى السهلي،
سعدنا بك في متحدثا عن جمعية الفرقان. أول شيء نقول الحمد لله على السلامة، إن شاء الله ما تعبت من السفر. الله يسلمك، الله يعطيكم الخير، تقبل منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويسرني أن أحييك يا أخ بندر، وأحيي المشاهدين والمشاهدات في المملكة العربية السعودية وفي العالم الإسلامي على هذا اللقاء الطيب المبارك. وإن العمل في القرآن يعني من أفضل الأعمال التي تبارك العمر وتزكيه، ونحن ولله الحمد في هذه الجمعية سعدنا بالعمل وبخدمة كتاب الله، فتفضل. طيب شيخنا، لعل من الـ من الـ من الأشياء التي تميزت فيها جمعية فرقان ودائما ما نسمع عنها هي أنها من الجمعيات التي بادرت لقضية العمل المؤسسي، يعني آليات العمل المؤسسي في هذه الجمعية كيف ممكن نحن نوضحها؟ لا شك أولا أن مثل ما أسلفت أنت أن الجمعية من الجمعيات التي بادرت واحتضنت العمل المؤسسي، والعمل المؤسسي هو ضد العمل الفردي. جميل. يعني عمل جماعي، فالعمل المؤسسي يقوم على الشورى وعلى فريق العمل وعلى تبادل الخبرات والآراء، ولذلك يعتبر التنظيم الإداري السليم عنصرا فعالا لنجاح أي مؤسسة علمية أو خيرية أو مؤسسة مانحة أو شركة من الشركات أيا كان. فلذلك جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة طائف فرقان اتخذت تنظيما إداريا متناسقا لكي تحقق أهدافها المرجوة، حيث تضم في هيكلها الإداري أقساما إدارية رئيسة. فهذه الأقسام الإدارية الرئيسة تمثل العمل المؤسسي. جميل. قسم الشؤون التعليمية رجال، قسم الشؤون التعليمية نساء، قسم الشؤون المالية، قسم تنمية الموارد، قسم إدارة أوقاف الجمعية واستثماراتها وممتلكاتها، إضافة إلى مدير عام الجمعية. هذا التقسيم يعني هو منبثق من سؤالك الذي أنت سألت عن يعني العمل المؤسسي الذي حمل الجمعية على هذا، والبحث عن كفاءات إدارية لكي تدير هذه الأقسام المذكورة الآن في الذكر. لأن الجمعية تؤمن مثل ما ذكرت لك قبل دقيقة بأن نجاح الجمعية يقوم على التفرغ الكامل. جميل. يعني موظفين الجمعية، موظفين الجمعية متفرغين، ما هم شغل خارج دوام، وكله أبدا وكلهم قيادات سعودية إدارية ومن أعلى المؤهلات العلمية. جميل. يعني ما بين بكالوريوس وما بين ماجستير وكذا. نعم. فالعمل في الجمعية يحتاج إلى تفرغ، وفكرة أنه يأتي في المساء ساعة أو ساعتين هذا الشخص لا يمكن أن يرتقى بعمل الجمعية إلى المكان اللائق بالقرآن. جميل. وبأهل القرآن. جميل. والحمد لله تطورت الجمعية يعني إداريا، وكون الموظفين كما سألت كلهم يعني من السعوديين، قصدي القياديين والإداريين. جميل. وهذا يتناسب والتوجيهات الجديدة لسعودة الوظائف. جميل. طيب تفضل. مثلا من خلال نحن نعرف مثلا مقومات العمل المؤسسي يكون في يعني خطة استراتيجية، أنتوا عندكم خطة استراتيجية للجمعية، كم مدة هذه الخطة الاستراتيجية؟ نعم. أولا تتم للسؤال الأول. أيوة. أن أصل العمل في الجمعيات هو عمل مؤسسي. جميل. إذا حادت بعض الجمعيات وكذا لظروف خاصة، وإلا هي تقوم على جمعية عمومية عدد ضخم 500 شخص 400 شخص، هذه الجمعية العمومية تنتخب مجلس الإدارة. جميل. فقلت لك أن أقصد بالعمل المؤسسي الذي يقوم بالتشاور. جميل. يعني سواء في انتخاب المجلس الإدارة أو كذلك مجلس الإدارة في فريق عمل، في فريق عمل هذه الأقسام. هذه الأقسام ولها مجالس. جميل. يعني عندنا المجلس التعليمي. المجلس الإداري. جميل. مجلس تنمية الموارد.
مجلس استثمارات الجمعية وأوقافها، يعني وهي تشبه الآن تشبه الآن أستاذ بدر قطعتك، تشبه إلى حد ما العمل في الجامعات، مجلس جامعة، مجلس كلية، مجلس قسم، يعني هذا التخصص اللي نحن نتمناه أنه مثلا يكون في المجالس التعليمية متخصصين في التعليم، في الاستثمار كذلك متخصصين، يعني هذه المجالس أتوقع تميل للتخصص، وهذا أسس من أسس الأعمال المؤسسية، بل أسس من أسس ديننا يا أستاذ بندر. الله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشاور الصحابة وشاورهم في الأمر، كيف؟ وهو أسس وتعاون على البر والتقوى، واعتصموا بحبل الله جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. هذه كلها الأدلة تدل على مشروعية العمل المؤسسي. نعم. جميل جميل. طيب الخطة الاستراتيجية كم مدتها عندكم؟ كيف يتم إعدادها؟ 3 سنوات. جميل. 3 سنوات، لأن الاستراتيجية هذه من المصطلحات اللي دخلت. الأصل في الاستراتيجيات هي عسكرية، ثم تحولت إلى السياسية، ثم تحولت إلى ثقافية وإدارية، ثم أصبح كل يقول الخطة الاستراتيجية. نعم. جميل. طيب، من الأشياء اللي يتحدث ذكر جمعية فرقان والعمل المؤسسي فيها، أنه عندكم هدف كبير جدا اللي هو القيام بعمل روح الفريق. نحن نسمع أنه نجاح هذه الأعمال، أو نحن نشوف ما شاء الله تبارك الله النتائج، نعرف أنه في خلفها جهود مبذولة. كيف هذا العمل يتم؟ كيف حرصتم على هذا الجو المميز؟ جميل جدا. أولا لا شك أنك تتفق مع أن الهدف الأسمى عند الجمعية، جمعية تحفيظ القرآن، وأظن كل جمعية قرآن، هو أن يكون القرآن يدخل في كل بيت، وأن تحفظ كل أسرة بقدر ما تستطيع. ثم الإجابة على سؤالك، العمل بروح الفريق الواحد، طبعا حرصت الجمعية على تفرغ رؤساء الأقسام. جميل. هذا سبب النجاح. نعم. نعم، وأقصد القياديين، وكذلك تفرغ مدير الجمعية. فجمعية تحفيظ القرآن في الطائف، إن لم أكن مبالغا، هي أول جمعية على مستوى المملكة العربية السعودية تعمل بهذا المبدأ، مبدأ التفريق الكامل. جميل. ثم العمل أيضا بروح الفريق، ولا شك أن هذا هاجس كان يسيطر عليها في البداية ويسيطر على أعضاء مجلس الإدارة. وبالمناسبة أعضاء مجلس الإدارة كلهم من خيرة الكوادر العلمية، من حملة شهادات العلم الدكتوراه وغيرها، ثم أيضا لهم أعمال يعني خيرية، وهم من وجهاء المجتمع. فالعمل كله يقوم في الجمعية بروح الفريق. جميل. وأعيد ما قلت سابقا، روح الفريق في ماذا؟ يعني لما أنت إذا عندك أي مشكلة تتعلق بالتعليم، مشكلة بين طالب ومدرس، بين ولي أمر ومدرس، تعرض على المجلس التعليمي. جميل. تعرض على إيش؟ على المجلس التعليمي. جميل جميل. طيب، لأن هذه ما أشبعت. جميل. لأن العمل بروح الفريق والعمل المؤسسي هو العمل بالاجتهاد الجماعي. يعني مهما كان قدرات الإنسان يا أخ بدر، ومهما كان التخصص العلمي الذي هو فيه، سيجتهد وقد يصيب في واحدة في الاجتهاد وقد يخطي، لكن 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 الاجتهاد الجماعي صوابه أكثر من خطأ. ولذلك قامت المجالس الفقهية في العالم الإسلامي، هيئات كبار العلماء، اللجنة الدائمة للإفتاء، ليتشاورون في القضية التي تحتاج إيش إلى تشاور. ونفس الكلام، يعني أي مشكلة أو معضلة تعرض عليه عندنا في الجميع، على طول يجتمع المجلس المختص بهذه المعضلة. جميل. التعليم، المجلس التعليمي. جميل. القضايا الإدارية، المجلس الإداري. القضايا المالية، المجلس المالي. قضايا الأوقاف والاستثمارات، وهكذا دواليك. جميل جميل. طيب، لعلي شيخ العمل بروح الفريق ووجود الخطط وقضية العمل المؤسسي، كلها على قولهم مؤشرات تشير إلى التميز، وهذا هاجس عند جمعية فرقان. نعم. كيف يمكن أن نقول أنه يعني أنتوا رصدتوا هذا الهدف ووضعتوا يعني هدف أساسي واستراتيجي تسعون له أنكم تحققون التميز؟ أحسن الله لك. أقول قامت الجمعية على إدارة أعمالها وبرامجها وعلاقاتها وخططها التعليمية والتنموية على تشكيل المجالس ولجان كما ذكرت لك. هذا جعل الجمعية تتجه عندما ظهر ما يسمى بالجودة. جميل. الشاملة. جميل. نعم.
فيقول لي الآن قبل قليل الدكتور هيثم هل ممكن في القرآن جودة شاملة؟ قلت هذه المصيبة، لأن الناس يتصورون أن أهل القرآن دراويش لا يفهمون شيئا. الجودة الشاملة يحتاجها مدرس القرآن، ويحتاجها مدير إدارة القرآن، ويحتاجها كل شخص. جميل. فبادرت من اللحظة الأولى واستخدمت ما يسمى بالجودة الشاملة، أو مصطلحها يعني إيش، بالآيزو. الآيزو جميل. نعم، العالمية، واللي يرمزون لها ب9001 لعام 2008. أول جمعية على مستوى المملكة. أول جمعية في المملكة العربية السعودية للقرآن الكريم نالت الشهادة العالمية للجودة الشاملة، الحمد لله. ولولا أن العمل يمس جمعية ما تحدثت، لأن هذا يتنافى والإخلاص من الرياء. لكن كون يمس أمة، يمس الجمعية، فلا بد أن نتحدث للناس عن هذا عن هذا الأمر. تقوم سياسة الجودة في إدارة الجمعية على أن تكون الجودة هي الأولوية الأولى للجمعية في خدمة كتاب الله تعالى ونشره وتعليمه بما يحقق رضا الله سبحانه وتعالى أولا، ثم المستفيد الداخلي والخارجي ثانيا. فيتعتمد على التحسين والتطوير المستمر لمنظومة العمل من خلال الاهتمام بالكيف لا بالكم. وتقوم أيضا على الفحص والرقابة والمراجعة والتحليل والوضوح والشفافية في أموالها، في حساباتها، في كل شيء، على التحليل لجميع العمليات الإدارية والفنية والمالية بشكل مستمر، حتى تتفادى إيش المشكلات والمعضلات التي تكون. ثم بعد ذلك اتخذ القرار بناء على حقائق. جميل. بناء على معلومات. جميل. بناء أيضا الموظف لابد ينادي، يعني عندنا مبدأ التقدير للموظف والتحفيز لرفع الروح المعنوية لجميع العاملين، وأيضا مبدأ المشاركة الجماعية في الجمعية وارد، يعني جميل. من خلال فرق العمل، ومن خلال مشاركة جميع العاملين، ومن خلال تجنب الوقوع في المشكلات. جميل جميل جدا. طيب خليني شيخ أكلمك على موضوع التميز. نعم. نحن نعرف أن عملية تعليم القرآن ليست عملية يعني في شق واحد، تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تأهيل، تحتاج إيش الدور اللي تميزت فيه جمعية فرقان في هذا الجانب؟ تميزت حفظك الله الجمعية بهذا الدور. أولا أنها أسست مركزا تدريبيا في الجمعية مرخص له رسميا من إدارة التعليم الفني. نعم هذا جميل. فتقيم دورات باستمرار لأبنائها، لموظفيها. جميل. تقيم دورات مثل هالإجازة الآن اختبارات. جميل. نقيم دورات للمدرسين. جميل. نعم، في الارتقاء بمستواهم التدريسي. جميل. كيف يتعاملون مع الطلاب، كيف يتعاملون مع أولياء الأمور، كيف يتعاملون مع جماعة المسجد. جميل. تقيم الجمعية دورات من هذا، ولذلك حصلت على جائزة السبيعي للتميز في العمل الخيري في فئة المنشآت الدعوية والتعليمية الكبيرة في دورتها هذه القريبة لعام 1435. جميل. أيضا تميزت الجمعية بالمشاركة في مسابقات التميز المحلية. جميل. والإقليمية الخاصة بالجهات الحكومية والجهات الخيرية. حصلت الجمعية على درع التميز الإداري للجهات الخيرية على مستوى الطائف عام 1434. جميل. تعد الجمعية أول جمعية تنشئ مقرأ إلكترونية. أه. نعم، وهذا كنت أتمنى أن أوصلكم التقرير وصوروه الإخوان. تحدثت مع الأخ أحمد. جميل. قال ما وصلنا هذا. جميل. إن شاء الله ينزل. نعم، وصور الرابط على أساس الطلع. جميل. هذه الجمعية الإلكترونية للقرآن الكريم انشأت عام كم؟ عام 1421. أه. ما شاء الله تبارك الله، 14 سنة. المستفيدين منها الآن أكثر من 6000. تدرس القرآن الكريم في أمريكا وفي كندا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي النرويج وفي دول الخليج وفي الدول العربية وفي باكستان وفي الهند وفي كذا. منهم من يقرأ القرآن ليحفظ، ومنهم من يقرأ ويصحح تلاوته من الفاتحة إلى الناس. وأيضا حصلت الجمعية على أفضل يعني موقع التعليم الإلكتروني لتعليم القرآن الكريم عام 1433 من الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. إذا تعد الجمعية صاحبة الفكرة الأولى أيضا لفكرة الملتقيات
السنوية للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. كيف جاءت الفكرة هذه؟ جاءت الفكرة تشاورنا في مجلس الإدارة مع بعض البارزين من الموظفين من رؤساء الأقسام الإداريين، ورأينا أن لابد أن يكون للجمعيات ملتقى يتبادلوا فيه الخبرات. فلما نضجت الفكرة عرضت الموضوع على معالي وزير الشؤون الإسلامية فسر بالفكرة، وكان في عهد أظن الأمير عبد المجيد يعني رحمه الله عليه رحمة الله. إيه نعم جميل. وبدأتم في هذا الملتقى وكان في الطائف وكان في الطائف، ثم بعد ذلك سار في جدة. جميل. إيه نعم. ثم بعد جدة أيضا سار في الرياض ثم في الدمام، والآن لعله قريبا سيكون ملتقى في القصيم بإذن أيضا. في شيء قد يستغربون الناس، اتفضل. أنشأت الجمعية أول أكاديمية تحت مسمى أكاديمية فرقان لتعليم القرآن الكريم، خاصة بمن؟ بالطلاب الصفوف الأولية فقط. تقدم لهم فيها برامج تعليمية مكثفة في الحفظ والتلاوة والتجويد. وهذا يعني لما قلنا نريد أن ننشئ هذه الأكاديمية هي في مسجد محافظة الطائف فهد بن معمر، استغرب كيف لهؤلاء الصفوف أن يكون في أكاديمية، فشرحنا له الفكرة فسر بهذا الأمر. جميل. والحمد لله الجمعية إلى خير، حصلت على عدد من الجوائز والدروع والتقديرية وغيرها. جميل 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 جدا الشيخ، ما شاء الله تبارك الله. لعل يعني المشاهد تفاجأ كما تفاجأت أنه كثير من حتى البرامج اللي احنا نشوفها ما شاء الله تبارك الله خيرها امتد إلى الجمعيات على مستوى المملكة وخارج المملكة، هي كانت مبادرات من جمعية فرقان جعلها الله في موازين حسناتكم. عقب على هذه الفقرة ممكن في مجال الجمعية ما تقيم دورات لأتباعها أو أصحابها أو بل تقيم دورات الجمعية في المملكة العربية السعودية كلها، ونستضيفهم وننزلهم على حسابنا ويحضرون الدورة، وإذا انتهوا من يرغب العمرة ننزله إلى مكة ليعتمر. فهي إن شاء الله ليست مبالغة، تعتبر يعني مدرسة للجمعيات، لا تبذل خبراتها في الإدارة في النواحي المالية، النواحي التعليمية، النواحي الفنية، نواحي الإشراف والمتابعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن تكون أعمالنا وأعمال زملائنا خالص وجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر بهذه المناسبة قناة المجد، ثم أشكر أيضا حكومة المملكة العربية السعودية التي أتاحت لنا هذه الفرصة لنخدم القرآن الكريم من خلال هذه الجمعية. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. شكرا الله لكم ولك الشكر. الله شكرا جزيلا شيخنا الكريم. الشكر موصولا لكم مشاهدين الكرام. عندما نستمع ونتحدث عن المبادرات لا أجمل من التطبيقات العملية لها، جمعية فرقان هي مثال لذلك، فهي أول جمعية معتمدة أنشأت مركزا متخصصا ومعتمدا أو معتمدا للتدريب بالجمعية، وأول جمعية قرآنية تطبق نظام الجودة، وتعد هي الفكرة أو صاحبة الفكرة الأولى في إقامة الملتقيات على مستوى المملكة التي نسمع عنها، وحصلت على جائزة للتميز لجائزة السبيع للتميز، وكذلك تعد أول جمعية أنشأت مقرأة إلكترونية. وإذا سمعت عن الأكاديميات في تعليم القرآن فلجمعية فرقان السبق. نعم، خيركم من تعلم القرآن وعلم، هذه هي خيرية هذا القرآن، تشمل الحمد لله هذه الجمعيات الخيرية في المملكة وخارجها. تحدث معنا الدكتور أحمد بن موسى السهلي رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف فرقان. الشكر له ولكم مشاهدين الكرام، ألتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرقي يا شمس منا باشتياق للصباح، يومنا يوم جديد شق أثواب الكفاح، شق أثواب الكفاح. غنت الأطيار لحنا عانقت وجه السماء، تبعث الشوق إلينا عبر ألحان الغناء، عبر ألحان الغناء. كلنا بل جميل ووئام وسلام، ننشر البشرى بفجر جاء من بعد الظلام، جاء من بعد الظلام.